انا اسمي احمد السني، تولدت في نفس المهنه لانها مهنه ابويا اصلا من الدرب الاحمر، عشت في صناعه الفوانيس عمري. الخامات بتاعت الفوانيس بتتجمع من صفيح وازاز وازير وصنايعي اللي هو بيطلع الفورم اللي هو عايز يعملها للفانوس، يعني في فورم للفانوس الفلاني بيطلع الفورم بيقص عليها الصفيح بيقص عليها الازاز، لمؤاخذه بيروح للطبق بيتبع عليه الايات اللي احنا عايزينها، وبعدين بيرجع الورشه تاني بيخش على مكن الصفيح وبيتوضب وبتتنى الاضلع، ولمؤاخذه الصناعيه بتعمل الشرفات واللي بيعمل قبب واللي بيعمل اقعب. يعني هي الاسعار كويسه بالنسبه لينا احنا عشان احنا اسعار، يعني احنا تجار جمله، لكن اللي هم بقى المتطرفين بقى اللي هم في البلاد يعني في المناطق الشعبيه بعيد عننا اللي هم بياخدوا مننا احنا جمله، هم بقى بيبيعوا بقى زي ما بيبيعوا. الفانوس الشعبي هم يضربوا الدم اللي هو ابو شمعه اللي بيمسكوا العيل ده ب 25 جنيه، ابو 100 جنيه ده لو مسك العيل كده وبيلعب بيه وراح وقع من ايده اترموا في الارض ال 100 جنيه، هيروح الصين بقى يصلحوا، لكن ده لو وقع من ايد العيل واتكسر هيروح لاي سمكري بتاع فوانيس هيعملوه له وهيلعب بيه تاني. لا احنا مش احنا جماد تاني ورجب وشعبان دول للتصدير، لكن طول السنه من المخازن لو اتنسى رمضان تتنسي الفوانيس.